ولذلك يجب أن نستعيذ بالله من أن نصنع تصرفا يرضي عنا اليهود أو النصارى، لأن معنى أنني أتصرف تصرف يرضي اليهود ولا النصارى أنني بحكم الله علي تبعت ملتهم، لأنه قال لن ترضى حتى تتبع ملتهم، لن ترضى حتى تتبع ملتهم، فنعوذ بالله أن نكون منهم محل الرضا. ويجب أن تفرق بين الرضا وبين التعايش، فيه فرق بين الرضا وبين التعايش، لأن التعايش يقتضيك أن تتحمل فعل قالب ولكن لا بحب قلب. نعم ايوه، لا بإيه؟ والرضا إيه؟ إذن ما هو الرضا؟ أن تقبل فعل القالب بحب القلب، اللي يحصل أنت عاش وحبه، إنما تتعايش نقول له لا، أهو يعمل العمل أنا مش راضي عنه، إنما عشان نتعايش يبقى. ولذلك كان عهده صلى الله عليه وسلم مع اليهود لا رضا من اليهود عليه ولا رضا منه على اليهود، وإنما كان تعايشا فقط، كان إيه؟ تعايشا فقط، لأنه ما كان لرسول الله أن يفعل فعلا ترضى عنه به اليهود، لأنه إن رضيت اليهود عن واحد فليحكم بأنه فارق ملة الله. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم.